الثانوية العامة. عارف انت يا ساتر يا ساتر، هي الثانوية العامة دي يا ساتر يا ساتر. بس كان النهاردة عندنا تاني أيام امتحانات الثانوية العامة. طيب كان عندهم النهاردة إيه بقى؟ كان عندهم اقتصاد وإحصاء. لعبتي. دي متفقين عليها من زمان. طيب تعالوا ناخد معانا على التليفون أستاذ شادي زلطة صديقنا وزميلنا العزيز متحدثا باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ اهلا وسهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام. الاقتصاد والاحصاء النهارده كان اخبارهم ايه؟ الحقيقه يمكن الامور يعني كانت كويسه جدا الحمد لله، والامور مرت بشكل كويس جدا، وكان في انتظام كتير للامتحانات من بدايتها لنهايتها، سواء الماده الاولى الاقتصاد ثم تلاها الاحصاء. يمكن كمان احنا يعني انتهجنا نهج برضو مختلف شويه في الامتحانات السنه دي، ان احنا في اطار الشفافيه واطار التوضيح المستمر والاهتمام بان احنا بنوضح الامور للراي العام، كل التفاصيل المتعلقه بالامتحان منذ بدايته لنهايته يعني بنصدر بها بيانات متتاليه طوال فتره الامتحان، سواء فيما يتعلق لو في حاله تم رصد حاله غش بنعلن عنها مباشره ممكن بعد ضبط الحاله بدقائق معدوده، وده اللي يمكن عملناه مع اول يوم وتاني يوم النهارده. الاجراءات المكثفه اللي تم اتخاذها قبل الامتحانات يمكن نتيجتها واضحه جدا الحمد لله منذ بدايه الامتحانات، سواء فيما يتعلق بالاجراءات التوعويه اللي قدمناها بشكل مكثف قبل الامتحانات للطلاب والمحظورات داخل اللجان واسلوب الحل وكتابه البيانات على البابل شيت او ورقه اجابه الاسئله المقاليه، او حتى كمان فيما يتعلق بالدخول داخل اللجنه قبلها يعني احنا بنفتح ابواب اللجان من الساعه 8:15، وبالتالي علشان خاطر الطالب لما يجي يدخل يستوفي كل الاجراءات الخاصه بالتفتيش ويدخل بشكل هادي بدون اي توتر، ويبقى عنده فرصه كمان قبل بدايه امتحان الساعه 9 ان هو يكتب بياناته بشكل هادي بدون اي توتر او قلق، او ان ده ياخد جزء من وقته خلال الامتحان. طبعا يعني النهارده كان خلال الامتحانين يمكن تم رصد ثلاث حالات او ضبط ثلاث حالات غش الكتروني. كان في حاله في ماده الاقتصاد وحالتين في ماده الاحصاء. وعايز اكد لك يعني ان احنا يمكن بمجرد ما يعني ما تم ضبط الحاله تم اتخاذ كل الاجراءات القانونيه، واعلنا بشكل مباشر على طول بعدها عن هذه الحالة في بيان صحفي واضح لوسائل الإعلام المختلفة. طبعا بتوضح طول الوقت ان فكرة ان لو في جزء حصل نتيجة حالة الغش الإلكتروني تداول على التليجرام او واتساب او كده ده بيبقى سببه ايه، وبنوضح كمان للناس يعني فكرة ان طالب يتحايل على التفتيش ويدخل بشكل في تحايل على بهاتف محمول او جهاز إلكتروني ويصل ان هو يقدر يصور مثلا جزء من الاسئله او حاجه بيتم ضبطه ومفيش بعدها بدقائق معدوده. طب في الحالات اللي تم ضبطها دي يا شادي، يعني ال- 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 الولاد دول كانوا مهربين الموبايلات ازاي؟ يعني يمكن تفصيل الدخول بالتليفون دي طبعا يعني مش بالنسبه لي موجوده دلوقتي، ولكن طبعا انا خليني اكد لك ان ده قصور برضه، يعني احنا يعني يمكن الدكتور رضا حجازي كمان وجه بالمحاسبه واحاله التحقيق لمسؤول الامن المسؤول عن التفتيش والملاحظ كمان جوه اللجنه، يعني مش الطالب بس هو اللي اتخذ ضده الاجراءات او تم اتخاذ الاجراءات ضده، ولكن كمان مسؤول التفتيش على باب اللجنه وكمان الملاحظ جوه اللجنه، لان دي مسؤوليه مشتركه. طبعا احنا برضه في الاخر احنا طوال الوقت يعني بندعو اولياء الامور ان هم يوعوا اولادهم ويعرفوهم ان الدخول بهذه المحظورات ما ينفعش داخل اللجنه، وان هي بتمثل لهم مشكله وتعرضهم لمساءله قانونيه، واحنا يمكن كثفنا ده بشكل كبير جدا قبل الامتحانات. وطبعا نتمنى باذن الله ان شاء الله يعني في ظل الاجراءات المتخذه ان يتم يعني تمر طبعا الامتحانات اللي هتستنف ان شاء الله من يوم السبت اللي هو عقب اجازه العيد اللي هو 22، تمر باذن الله ان شاء الله بانتظام وسلام، وباذن الله طبعا يتحقق مبدا العداله وتكافؤ الفرص ما بين الطلاب كلهم. بص يا شادي، انت عارف طبعا الولاد والبنات في السن ده دول بيبقى مساله نصحهم وتوجيههم شديده الصعوبه، وهتقول له مهما هتقول له لازم مخه هيحدف بعيد ويفكر في حيله وكلام من ده، وبعدين يسكتك يقول لك طبعا حاضر ما تقلقش وكلام من ده. هي المساله محتاجه فعلا ان احنا هنشدد اكتر على التفتيش، نشدد قوي على التفتيش
علشان بس ايه يبقى الولاد عارفين انه مفيش مجال على الاطلاق انه في حد هيفكر يهرب تليفون ولا اي وسيله من الوسائل، والاختراعات بقت كتير يعني ما تعرفش العيال دي بتجيب الافكار دي منين. فهو بس التفتيش هو ده لازم نشدد عليه قوي 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 لابعد الحدود. وانا اتفق معاك حتى من قبل ما تقول هو ما فيش حاجه ابدا اسمها 100% يعني ده استحاله يعني. يعني خليني طبعا اقول لك على برضو نقطه مهمه يوسف، احنا بنتكلم على 745 الف طالب في 1986 لجنه على مستوى الجمهوريه. 1986 لجنه فثلاث حالات من 1986 تكاد لا تذكر، النسبه شبه معدومه. لا ثلاث حالات من 745 الف. لا خلينا نحسبها باللجان حتى يعني باللجان. حسبتها باللجان يعني خلاص حدث على اللجان 1986 طبعا. ولكن احنا يعني احنا طبعا بنهدف طبعا ان يعني ما يبقاش في اي حاجه، وطبعا احنا عندنا حرص ان ما فيش اي طالب يتعرض للموقف ده ولا المساله بالشكل ده، لان هي طبعا زي ما انت عارف يوسف يعني احنا بنتكلم عن حرمان من امتحان او امتحانات كلها او حرمان من امتحانات لمده عامين. فطبعا ده بيبقى امر صعب على الوزاره برضو كمان مش على الطالب بس. صحيح. ولكن احنا بيبقى عندنا حرص وتعامل بشكل هادئ جدا في هذه الحالات، ونحاول قدر الامكان ان احنا طبعا يعني ناكد مليون في الميه ان الطالب اللي تم ضبطه هو فعلا يعني قام بمحاوله الغش الالكتروني. كمان في برضو نقطه مهمه جدا عايز الفت الانتباه ليها، ان في تعاون كبير جدا مع الاجهزه المعنيه في رصد كل الجروبات الخاصه بالغش، وبيتم التعامل معاها بشكل يعني بجهود كبيره جدا وبشكل ضخم جدا. فالحقيقه ان الجهود المبذوله السنه دي يعني بشكل واضح يعني الحمد لله لحد دلوقتي محقق نتيجه كويسه جدا، وباذن الله ان شاء الله نامل ان هي باذن الله تستمر يعني بنفس الطريقه ويمكن افضل كمان ان شاء الله خلال الامتحانات المقبله. اشكرك جدا 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 يا شادي، كل الشكر لشادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.